بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا البث المباشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم النافع فيما سنقدمه لكم اليوم. حقيقة هناك على الإنترنت دعوات كثيرة لعدم تطبيق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة وجود بعض التناقضات الظاهرية بين كلام النبي وكلام الله تبارك وتعالى. طبعا المنطق العلمي يفرض أن نعتقد أن كلام النبي لا يمكن أن يتناقض مع كلام الله عز وجل، ولكن ما الذي حدث أيها الأحبة؟ هناك أحاديث أحبتي في الله قيلت في زمن مختلف تماما عن الزمن الذي نعيش فيه اليوم. هذه الأحاديث إذا أردنا أن نفهمها على ضوء التطور العلمي اليوم سوف نقع في مشكلة. يعني مثال على ذلك، أضرب لكم مثالا. اليوم أنت عندما تستخدم جهاز الموبايل مثلا وتتحدث من دولة لدولة، حتى الطفل الصغير لا يستغرب. أما قبل 1400 سنة، أنت إذا جهاز كهذا يعتبر معجزة، يعتبر شيء خارق للطبيعة. الناس لن تصدق أن هناك عصر سيأتي يتحدث فيه الناس من خلال قطعة بلاستيك مثلا، يتحدث معه على آلاف الكيلومترات، على بعد آلاف الكيلومترات. فالأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن وظروف ذلك الزمن وحياة القبيلة التي كان الناس يعيشونها، حياة القبيلة أيها الأحبة، هذه الحياة حقيقة تختلف تماما عن الحياة التي نعيشها اليوم، تختلف جذريا. في زمن النبي أحبتي في الله كان الناس يعيشون ضمن قبائل. يعني اليوم نظام الجنسية، اليوم أنت سوري أو مصري أو أمريكي أو أسترالي أو سعودي أو كذا، أنت الحقيقة تحمل جنسية بلد. في السابق لم يكن هذا الأمر موجودا. في السابق كانت الجنسية هي القبيلة، يعني أنت من قبيلة قريش، هذه جنسيتك، هي المسؤولة عن حمايتك ورعايتك وتأمين الحماية لك، ومسؤولة عنك في كل شيء، وأنت تنتمي إليها. قبيلة كذا، قبيلة كذا، قبيلة عاد، قبيلة ثمود عبر التاريخ، قبائل. نظام القبائل كان كل إنسان يجب أن يكون سلاحه معه. الناس كانوا مسلحين. يعني تصور اليوم لو أننا نعيش في أرض هناك قبائل وكل إنسان سلاحه معه، وحياة القبيلة تختلف تماما عن، يعني اليوم هناك أمم متحدة وقانون دولي، وهناك قوانين تتبعها الدول تختلف من دولة إلى أخرى. كل هذا أيها الأحبة يجعل الحياة مختلفة تماما. فيظن البعض أن هذا تناقض بين ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن العظيم. لا يوجد تناقض أحبتي في الله. الله أرسل نبيه ليبين لنا هذا القرآن. نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن كما فهمه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أنت إذا اشتريت جهاز جديد، غسالة مثلا، مهما حاولت أن تقرأ كتيب التشغيل لن تتمكن من تركيب هذه الغسالة وتشغيلها واستثمارها كما لو جاء مندوب الشركة المتخصص أو رسول الشركة الذي ترسله لك وهو المندوب،
وشرح لك خلال دقائق، كتيب ممكن أن يكون 100 صفحة يشرحه خلال دقائق، يقول لك كذا وكذا وكذا وتستوعب منه. هل الكتيب غير دقيق؟ لا. هل الكتيب ناقص؟ لا. هل الكتيب مكتوب بلغة غير مفهومة؟ لا. ولكن هناك مصطلحات وهناك أشياء لا يمكن استنباطها إلا من الحياة العملية. يعني هذا المندوب مضى عليه سنوات وسنوات وهو يعمل، وأصبح يعرف دماغ الناس الذين يتعامل معهم، يعرف كيف يعلم الناس، كيف يدربهم. لذلك نحن اليوم لا يمكن، أنت إذا أردت أن تصبح طبيبا أو مهندسا، أن تجلس في بيتك وتقول أنا أصبحت طبيبا. تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى أناس ذوي خبرة. الله عز وجل أرسل لنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ليعلمنا ويبين لنا. فالكلام الذي قاله النبي هو شرح للقرآن، لا يتناقض مع القرآن أبدا أيها الأحبة. وبالتالي هذا الكلام الشريف يجب علينا أن نلتزم به. ما هو الدليل؟ كلمة أطيعوا في القرآن. أنا سأذهب معكم إلى، طبعا كعادتنا نتأمل، يعني أنا هنا بحثت عن كلمة أطيعوا في القرآن، النتيجة 19 آية أحبتي في الله، 19 عفوا 14 آية في 9 سور، والكلمة تكررت 19 مرة، أطيعوا. طيب أنا من أطيع؟ دعوني أتأمل هذه الآيات معكم ونرى ماذا يريد الله مني ومنك. أنا يهمني أن أرضي الله، لا أرضي فلان ولا فلان ولا فلان، أرضي الله تعالى. قل أطيعوا الله والرسول، هذه أول آية تأمرني بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى أطيعوا الله والرسول؟ إذا كان هناك من يقول أطيعوا الله يعني طبقوا تعاليم القرآن، طيب ماذا تعني أطيعوا الرسول؟ يقولون أيضا يعني طبقوا ما نزل على الرسول من الوحي، يعني القرآن. طيب إذا هذا كلام مكرر. لو كان الله يريد منا أن نكتفي بالقرآن لقال قل، لا داعي ليقول قل أصلا، سيقول أطيعوا الله مباشرة هكذا. ولكن القرآن كله لا يوجد فيه أطيعوا الله فقط، يجب أن تأتي كلمة الرسول معها، كل القرآن. لماذا؟ يعني الله عز وجل يمكن أن يقول أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين من دون والرسول، يمكن أن يقول ذلك. لماذا في جميع الآيات التي فيها كلمة أطيعوا، الآن سنكتشف يعني معا، يأتي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم دائما؟ هذه رسالة قوية يريد أن يقول لك الله عز وجل، الكلام الذي قاله الرسول يجب أن تطبقه لكي تدخل ضمن طاعة الله. وبما أن الله قال لنا أطيعوا الرسول، ماذا يعني ذلك أيها الأحبة؟ إنه يعني أن كلام الرسول يجب أن يحفظ، لأنني أنا اليوم كيف أطيع الرسول؟ الرسول ليس موجودا بيننا، كيف أطيعه أنا اليوم؟ أطيعه من خلال الأحاديث والتعاليم والسنن التي تركها لنا هذا النبي وتولى الله حفظها، من خلال أناس نذروا أنفسهم وحياتهم لخدمة الحديث النبوي الشريف. طيب قل يا محمد أطيعوا الله والرسول، هذه الآية الأولى. إذن أول آية أطيعوا الله والرسول. انظروا أيها الأحبة الآية الثانية، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لو كان المقصود تطبيق تعاليم القرآن فقط، لأن النبي لم يشارك في تأليف القرآن كما تعلمون،
كل ما في القرآن هو من عند الله، النبي ليس له حرف في القرآن، هو بلغ ما أوحي إليه بدقة. طب لماذا الله يؤكد وأطيعوا الله والرسول، هذه الآية الثانية مرتين، ليقول لنا هناك تعاليم موجودة في القرآن وتعاليم جاء بها النبي؟ التناقض هذا الذي قد يظنه البعض تناقضا هو تناقض ظاهر بسبب عدم فهمنا بشكل جيد للنص القرآني أو للحديث النبوي. هذه الآية أنا تجعلني أبحث عن طاعة الرسول ليرحمني الله، لعلكم ترحمون. طب كيف أطيع الرسول؟ أنا أطيع الله، الله قال أقيموا الصلاة، أقمت الصلاة. قال مثلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، طيب صدقت الله. كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، طبقنا الصيام، ولكن أين التفاصيل؟ التفاصيل أين هي؟ إذا نزعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونظرنا إلى القرآن، القرآن فيه كل شيء طبعا أيها الأحبة، التفاصيل موجودة في القرآن، ولكن نحن لا نستطيع أن نستنبط هذه التفاصيل لأننا لسنا أنبياء، ولم ينزل علينا القرآن، وليس لنا اتصال بسيدنا جبريل عليه السلام، لأن جبريل كان يدرس النبي، كان معلما للنبي، يعلمه القرآن، ينزل عليه القرآن، يشرح له معاني القرآن، كان نبي يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل. طب هذه الصفة خاصة بالنبي، أنا لا أستطيع أن أستنبط أحكام الصلاة والوضوء وكذا والصيام وغير ذلك، لأنني يعني لم يوحى إلي وليس لدي اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان متصلا مع خالقه بشكل مباشر وعرج إلى السماء السابعة. طبعا هم لا يعتقدون بذلك، يعني هذا موضوع آخر. دعوني أكمل لكي لا أطيل عليكم أحبتي في الله. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. دعوني أتوقف عند هذه الآية، فردوه إلى الله وإلى الرسول. طيب أنا تنازعت مع شخص يقول لي النبي عرج إلى السماء، وشخص آخر يقول لم يعرج، وهذا كذب بكذب وخرافات وأساطير رواها البخاري وغيره مثلا يعني. طيب نحن تنازعنا في هذا الشيء، كيف أرد هذا إلى الله؟ فردوه إلى الله إلى القرآن. طيب كيف أرده إلى الرسول؟ أنا الآن أريد أن أطبق هذه الآية. هذه الآية لم تنزل على أناس فقط كانوا معاصرين للنبي، لا، آية يا أيها الذين آمنوا، آية موجهة لي الآن ولك. أنا تنازعت أنا وأنت في أمر، وهو مثلا أوقات الصلاة، مواقيت الصلاة، أحكام الصيام، أي شيء، اطرح أي فكرة، معراج النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، فردوه إلى الله، إلى القرآن. كيف فردوه إلى الله؟ أنا صلتي بالله عز وجل من خلال كتابه، سأبحث في القرآن عن آيات تثبت أن النبي عرج إلى السماء. طبعا سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، سدرة المنتهى، يعني آيات موجودة في سورة النجم أنا بالنسبة لي أفهمها أن النبي عرج به إلى السماء. طب شخص آخر يريد أن يفسرها تفسير آخر، اختلفنا،
من الذي يفصل بيننا؟ الرسول. لأننا اختلفنا على على فهم القرآن، لم نختلف على الآيات، اختلفنا على فهم الآيات. يعني مثلا أنا أقول في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، دعوني أذهب فقط مباشرة إلى مثلا الله يقول: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد النبي رأى أشياء في السماء السابعة. أفتمارونه، يعني تجادلونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. طيب هذا الكلام أنت تريد أن تفسره أنه ليس له علاقة بالمعراج، أنت تريد أن تفسره هكذا. أنا عندما أقرأ إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أنا أريد أن أفسر هذا الكلام على أنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تفسره أنه ليس معراج النبي، أن النبي رأى معجزات وآيات بشكل عام. طيب إذن فردوه إلى الله، اختلفنا على فهم القرآن. والرسول فردوه إلى الله، كيف نرده إلى الرسول؟ نبحث في الأحاديث الصحيحة، هل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء أم لم يعرج به؟ لم يعرج به. فعندما نقرأ هذه الأحاديث، وبما أن هناك كثير من العلماء أثبت صحة هذه الأحاديث، إذا لماذا نجادل ونماري؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ونتعب أنفسنا والأمور جاهزة بين أيدينا، لماذا نتعب ونشكك؟ لا داعي لذلك أيها الأحبة، ولن تستفيد شيئا. يعني الآن أنا إذا أنكرت معراج النبي، ماذا أستفيد؟ ماذا أحقق؟ يعني ما هو الشيء الذي أحققه أو أنت تحققه إذا قلت لا يوجد معراج وهذه خزعبلات؟ يعني ماذا فعلت؟ هل اخترعت يعني اكتشاف علاج لكورونا مثلا؟ هل اخترعت شيء؟ يعني شيء موجود في القرآن وموجود في السنة، لا داعي لتكذيبي. لن تقدم شيئا للإسلام. هل ستنصر الإسلام إذا أنكرت معراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وهكذا وهكذا أيها الأحبة. الآن أنا دعوني أذهب للآية الرابعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. انظروا أيها الأحبة، كلمة أطيعوا دائما الله والرسول، دائما في القرآن كله. أنا الآن أبحث بحث شامل كلمة أطيعوا. طيب الآية الخامسة: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طيب إذا لم يطع الإنسان رسوله لن يكون من المؤمنين. يعني عندما يأتيك حديث نبوي ومنطقي ومتوافق مع القرآن وتقول أنا لا أريد أن أطبق لأنني غير ملزم بكلام النبي، أنت خرجت من دائرة الإيمان. على فكرة خرجت من دائرة الإيمان. لذلك أيها الأحبة، يعني عندما نتأمل الآيات نجد أن كلمة أطيعوا دائما تأتي: أطيعوا الله ورسوله، إلا آية واحدة ذكر فيها الرسول لم يذكر فيها الله عز وجل. ليقول لك طاعة الرسول هي الأساس. لماذا؟ لأنك لا تستطيع فهم القرآن مهما حاولت كما فهمه النبي. لن يستطيع أحد من البشر أن يفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أفنى حياته في العمليات الجراحية، لن يستطيع أن يفهم هذا الأمر مثل إنسان بعيد تماما عن الطب وبعيد عن هذه المواضيع، لن يستطيع. فالنبي كان يعيش في قلب الوحي،
يوحى إليه، يجلس مع سيدنا جبريل، يسأله ويستفسر منه ما هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما هو كذا، ما هو كان هناك أسئلة يسألها النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جبريل فيعلمه طبعا، وهذه المعلومات كلها من قبل الله عز وجل، ثم النبي يعلمنا. فلماذا ننكر؟ طيب، الآية الخامسة: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إشارة واضحة إلى منكري السنة النبوية. طبعا منكري السنة يقول لك أنا لا أنكر السنة لأن السنة غير صحيحة أصلا، ولا يعترف أن هناك سنة. ولا تولوا عنه، يعني أنت الآن أخي الحبيب أخبرني ماذا حققت من إنكار أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الشيء الذي تحققه؟ يعني أعطيني فائدة واحدة، فائدة واحدة فقط، لن تجد فائدة على مستوى حياتي الشخصية أو حياتك الشخصية. يعني أنا قرأت آلاف الأحاديث لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث أخي الحبيب أنا الآن إذا أردت تطبيقها كاملة ليس لدي أي مشكلة، وليس ولا تشكل ضرر علي، لا تشكل أي ضرر علي أبدا. ما يتعلق بأحاديث ملك اليمين والحروب وكذا، هذا الأمر غير مطبق اليوم أيها الأحبة، هذا له عصره وانتهى. يعني الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني أنا الآن لا يوجد ملك يمين، لا يوجد، إذن هذه الآية لا تضرني، ليس يعني ليس هناك فرض أن الله فرض علينا أن نتزوج ملك اليمين، لا، هو قال إلا على أزواجهم أو، يعني هذا أو هذا. فما دام ملك اليمين غير موجود، لماذا ننبش ونظلم هذا النبي الكريم ونظلم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام دون تحقيق أي هدف؟ بالعكس أخي الحبيب، أنت إذا كنت تريد أن تنكر هذه الأحاديث اجلس وابحث في القرآن عن هذه الكنوز، القرآن مليء بالكنوز، أخرج لنا. طيب تحدث عن الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة التي تعتقد بها فيها الكنوز كثيرة جدا، تحدث عنها. أنا لم أجد أي فائدة من إنكار أي حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. رضاع الكبير مثلا، بغض النظر سواء كنت تعتقد أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، ما الذي يضرني أنا من هذا الموضوع سواء اعتقدت أنه صحيح أو غير صحيح؟ لا، أنا أحترم الأحاديث وأحترم جهود العلماء، وأنا بيني وبين الله أبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء سيء، وأبرئ الحبيب صلى الله عليه وسلم من أي غلط أو من أي زلل أو من أي سوء، وأي حديث فيه تشويه لسمعة النبي أنا أنكره. ولكن أنا لا أعلم هل هذا الحديث حقيقة، يعني ما هو الضرر، يعني ما هو الضرر من هذه الأحاديث التي ينبشون بها اليوم نبش هكذا، يقول لك انظر البخاري وكذا وكذا، وهو طبعا لم يقدم لنا معلومة مفيدة. هؤلاء أيها الأحبة يعني ربما منهم أناس صادقون، هو صادق مع نفسه ويحاول، ولكن لديه مفاهيم خاطئة ينبغي أن ينتبه وألا يكون يقع ضمن هذه الآية: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني يجب أن يبحث الإنسان، لا يتسرع. طيب الآية الآن السابعة:
ماذا تقول أحبتي في الله؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن كأن الله يريد أن يقول لك كل من يتولى عن النبي وسنة النبي سيفشل وسيكثر النزاع. لذلك كل الدعوات التي تدعو إلى إنكار السنة لم تحقق أي شيء عملي، سوى أنها دعت الناس لترك هذه السنن، فكانت النتيجة أن بعض الناس ترك الدين من جذوره وتحول إلى الإلحاد. أعطوني فائدة واحدة قدمها لنا شخص ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة واحدة فقط على المستوى العملي. يعني أنا أطبق أحاديث النبي قدر ما أستطيع، أعطيني شيء سيء مثلا أنا طبقته وانعكس على حياتي بالسوء، ولا شيء، ولن تجد شيئا، لأن تعاليم النبي كلها رحمة، كلها محبة، كلها فائدة وخير لنا. الطب النبوي مثلا، ينكرون الطب النبوي، أنا أعالج نفسي بالعسل والحبة السوداء وأجد نتائج مذهلة. طيب ما هو الضرر؟ هل أنا تضررت عندما مثلا عالجت نفسي بالقرآن والعسل؟ عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. يعني هل أصابني ضرر مثلا؟ ما هو الضرر؟ ولا شيء. إذا أيها الأحبة، كل هذه الدعوات ليس منها أي فائدة. الآن الآية الثامنة هنا، وأطيعوا أمري، هذه ليس فيها طاعة الله أو طاعة الرسول. طيب تاسعا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب تطيعوه هنا تعود على من؟ على الرسول على فكرة، لأنه قال بعدها وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب لماذا هذا التأكيد؟ يعني أنا أود من كل إنسان يقول إن لا يجب أن نلتزم بأحاديث النبي، لماذا كل هذا التأكيد؟ الآية رقم 10، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هنا طاعة من وردت؟ الرسول فقط، لا يوجد فيها أطيعوا الله. لاحظتم كل الآيات فيها أطيعوا الله والرسول، إلا هذه الآية أطيعوا الرسول، كأنه يريد أن يقول لك من يطع الرسول فقد أطاع الله. لاحظتم أيها الأحبة، هذه آية مهمة جدا، هذه الآية مهمة جدا أيها الأحبة. الله عز وجل يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، مفيش هنا طاعة الله، لا يوجد وأطيعوا الله والرسول، فقط الرسول. طيب هنا وأطيعوا الرسول ماذا نطيع؟ يعني سؤال لغة عربية نتحدث، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كيف أطيع الرسول؟ تقول لي أطبق القرآن. طيب هل هذا يعني هل هذا منطق علمي أن الله يقول لي طبق القرآن أطيع الرسول يعني طبق القرآن؟ لو كان الله يقصد أن يعني هذا الأمر أطيع الرسول، لو كان يقصد أنه يأمرني أن أطبق القرآن أو تعاليم القرآن، لكان هناك خطأ في الآية، خطأ لغوي. لا، لأن القرآن ليس كلام الرسول، تمام؟ القرآن ليس كلام الرسول، فكيف يقول أطيع الرسول وهو يقصد أن أطبق ما جاء في القرآن؟ لذلك هذه الآية تكفي كدليل على وجوب العمل بالسنة النبوية المطهرة، يجب أن نعمل بها، وإلا ستفقد الخير الكثير. يعني كثير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير، بل كلها خير، كلها رحمة،
أنت تخسر كثير من الخير. الآن أيها الأحبة، دعوني هنا أتابع معكم هذا الأمر. الآية 11: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا مرة أخرى، يعني هل الله عز وجل يكرر هذا الأمر، يكرر ليقول لنا في النهاية طبقوا تعاليم القرآن؟ القرآن أصلا لماذا نزل؟ نزل لنطبق ما جاء فيه. تكرار الأمر أطيعوا الرسول أطيعوا الرسول أطيعوا الرسول، هذا الأمر لم يأتي عبثا أيها الأحبة، ليقول لك إياك أن تعصي هذا النبي الكريم. وأطيعوا الله ورسوله، آية رقم 12، آية 13: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. من غير المنطقي أن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو يقصد فقط طاعة الله، أي القرآن. يعني لغويا أيها الأحبة، عندما أقول لك أطع فلان وفلان، يعني واضح، أطع زيدا وعمرا، معنى ذلك أن زيد يعطيك معلومة يجب أن تطيعه، وعمر أعطاك معلومة يجب أن تطيعه، ولا يمكن أن نفهمها أطع زيدا وعمرا أنك تطيع زيدا أو تطيع عمرا فقط. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني تطيع الله بتعاليم القرآن، تطبق تعاليم القرآن، وتطيع الرسول لأن الرسول بين لنا وشرح هذه التعاليم، تطيعه أيضا. تماما مثل يعني شخص يشرح لك المنهاج، يعني مثلا الأستاذ يعطيك الكتاب، يشرح لك الكتاب ويعطيك فوائد، يعطيك أشياء موجودة هي في الكتاب ولكن أنت من الصعب أن تفهمها، يعطيك هذه الفوائد. يعني مثال على ذلك أيها الأحبة، الله عز وجل حدثنا عن أن سيدنا إبراهيم أكرم ضيفه ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وفي آية أخرى ضيف إبراهيم المكرمين، طبعا جاء بعجل سمين فقربه إليهم. يعني القصة تكررت في عدة مواضع في القرآن وتدل على كرم سيدنا إبراهيم. طيب، قد يأتي شخص يقول لك هذه حالة خاصة بسيدنا إبراهيم، أنا القرآن لم يأمرني أن أكرم ضيفي، غير موجود في القرآن. يعني في القرآن كلمة ضيف، دعوني يعني أبحث عنها هنا، كلمة ضيف في القرآن ذكرت 6 مرات، مع سيدنا لوط عليه السلام، ومع سيدنا إبراهيم لوط، أو عفوا 5 مرات، ضيفي وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، سيدنا إبراهيم ولقد راودوه عن ضيفي سيدنا لوط عندما جاءه يعني الملائكة يعني ضيوف وضاق بهم ذرعا، معروفة قصة سيدنا لوط عليه السلام. طيب، هذه الآيات ليس فيها وجوب إكرام الضيف، يعني لا، يعني أنا قد لا أفهم. طيب ماذا أفعل؟ كيف أفهم هذه الآيات؟ هناك حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هو شرح لي وبين أن ضيف إبراهيم المكرمين ليس حالة خاصة لسيدنا إبراهيم، بل كل المرسلين وكل الأنبياء وكل المؤمنين
يجب أن يكرم الضيف، لذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب أنا عندما أخذت هذا الحديث وطبقته في حياتي، يعني ما هو الضرر؟ هل ضرني؟ طيب إكرام الجار غير موجود في القرآن، هناك وصية يوصيك الله بالجار ولكن غير موجود فليكرم جاره، موجود مثلا والجار ذي القربى والجار الجنب. طبعا كلمة الجار هنا وردت أيضا في القرآن في مواضع عديدة طبعا، والجار ذي القربى والجار الجنب، هو هذا الموضع فقط، الجار في سورة النساء. طيب الآن أنا لا أستطيع أن أستنبط من هذه الآية، الله يقول لي وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. طيب إحسان، ولكن أنا كيف أفهم هذه الآية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم. شرح لي، وضح أنها من أساسيات الإيمان إكرام الجار، فأنا قد لا أستطيع استنباط هذا الحكم من الآية الكريمة. النبي استنبطه وبسطه وأعطاني هذا الحكم على طبق من ذهب بسهولة. تمام أيها الأحبة، دعوني أعود معكم للآيات الكريمة. الآية 14، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذن هنا كلمة أطيعوا ليس فيها لا الله ولا الرسول، أطيعوا. إذن لم يقل أطيعوا الله دون الرسول، لا يوجد في القرآن أطيعوا الله. أطيعوا هنا تشمل طاعة الله ورسوله، لأن بقية الآيات تشرح لنا ذلك. الآية هذه آخر آية طبعا، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب أيها الأحبة، يعني أنا أود أن أتوقف عند هذه الآية قليلا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لاحظنا أن آيات القرآن أحبتي في الله ليس فيها أطيعوا الله منفردة من دون الرسول، وسأبحث أنا هنا طبعا، سأكتب أطيعوا الله، وردت 11 مرة. انظروا أيها الأحبة، أطيعوا الله 11 مرة في القرآن. المرة الأولى أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول، تمام؟ انظروا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أربعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. خمسة، أطيعوا الله ورسوله. ستة، أطيعوا الله ورسوله. سبعة، أطيعوا الله ورسوله. ثمانية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تسعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 10، أطيعوا الله ورسوله. 11، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا لا يوجد أطيعوا الله منفردة، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تطيع الله إلا إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سبحانه وتعالى من يطع الله، لا، من يطع الرسول، من يطع الله ورسوله يدخله جنات. طبعا أنا الآية التي سأذكرها الآن بعد قليل، من يطع، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يطع الله والرسول. سبحان الله، أيضا كلمة يطع
الله والرسول مقترن. سبحان الله، أنا هذه يعني جديدة. هنا هذه الآية التي أود أن أشير إليها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. تمام أيها الأحبة، يعني يريد أن يقول لك إذا أردت أن تطيع الله يجب أن تطيع الرسول، يعني طاعة الرسول شرط لطاعة الله بعد ذلك. رأيتم أيها الأحبة؟ وهذا أمر منطقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، وبلغنا هذه التعاليم، وشرح لنا القرآن، وبين لنا القرآن. القرآن محفوظ، محفوظ وموجود، ولكن تبيان هذا القرآن بينه لنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله. سبحان الله، يعني حتى بالفعل المضارع يطع، دائما يطع الله ورسوله، لا يوجد يعني من يطع الله بس فقط، لا، من يطع الله والرسول، من يطع الله ورسوله، وهكذا. طيب، ماذا يريد أن يقول لنا القرآن من خلال هذه الآيات أيها الأحبة؟ سأختم الآن لكي لا أطيل عليكم، تقريبا الوقت أكثر من 40 دقيقة. سأختم أحبتي في الله، ماذا يريد القرآن أن يقول لنا؟ ماذا يريد الله عز وجل أن يقول لنا؟ كما رأينا، أنا عرضت كل الآيات في القرآن، كل الآيات التي فيها أطيع، وكل الآيات التي فيها يطع، يطع الله. يريد أن يقول لك فرض عليك أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس سنة، فرض. وإذا لم تطبق سنة النبي خرجت خارج دائرة الإيمان، وخرجت خارج دائرة الرحمة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و يعني أنا أنصح أي أخ كريم تشكل عليه بعض الأحاديث، أدرس هذا الحديث ماذا يشكل من ضرر عليك. وكما قلت لكم أحاديث كثيرة يعني تم انتقادها، أنت لست مجبر على تطبيقها. ملك اليمين لست مجبرا عليه، لا يوجد حديث يأمرك أن تفعل ملك اليمين، لا يوجد حديث يأمرك أن تقوم بموضوع رضاع الكبير وغير ذلك، لا يوجد حديث يأمرك مثلا كثير من الأحاديث التي ينتقدونها اليوم. أنا لا أرى فيها إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنني أنا أطبقها اليوم، وطبعا أشياء قابلة للتطبيق. ولكن إذا رجعت 1400 سنة للوراء، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، أنها كانت صغيرة 9 سنوات. طيب، الملحدون والمنافقون والمشككون وكبار الكفار لم ينتقدوا هذا الأمر. طيب، بعد 1400 سنة أنت تذكرت، يعني دماغك هذا العبقري تفتق، هذا ذهنك، واكتشفت أن هذا الزواج خاطئ. طيب، والمنافقون في ذلك الوقت، المنافقين في ذلك الوقت لماذا لم ينتقدوا هذا الزواج؟ هذا يدل على أنه زواج طبيعي. ثم هذا الأمر، يعني أنا الآن إذا أنكرته ماذا سأستفيد؟ يعني أنا شخصيا في حياتي العملية، هل سيزداد رزقي؟ لا. هل سيساعدني هذا على اختراع شيء مثلا؟ لا. هل هذا الأمر سيقربني إلى الله؟ لا. طيب، ماذا سأستفيد؟ ولا شيء أيها الأحبة. لذلك أنا أعود معكم قديما، أن بداية إنكار السنة كان على يد المستشرقين، لأنهم فشلوا في تدمير القرآن، فقالوا بما أن السنة النبوية فيها الصحيح والضعيف والكذا، فندخل إلى السنة وندمرها، وبالتالي بعد ذلك يسهل تدمير القرآن. ومنذ 200 سنة وهم يعملون على هذا المشروع، وفشل معهم، لم يستطيعوا تدمير أي شيء، لأن
الله تعالى كما حفظ القرآن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا من غير المنطق أن يأمرني الله ويقول لي وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسنة النبي غير محفوظة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا ممن يطيعون هذا النبي الكريم، وأن يكون شفيعا لنا إن شاء الله يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.